هاي أنا غيدة، فيكم تتواصلوا معي على الإيميل الخاص بعالم صباح، عالم صباح at future.com.lb 2A بالأول، وفيكم أيضا تبعتولنا على الفيسبوك الخاص فينا كمان اللي هو www.facebook.com/عالم.الصباح أو على تويتر at عالم الصباح، وفيكم تبعتولي أي صورة أو أي فيديو بيخطر على بالكم على الفيوتشر آب على اليوريبورت. باي. ثانك يو لك غيدة. طبعا فيكم تبعتوا لي اليوم كمان لتتواصلوا معي، انا بانتظاركم. لكن المشاهدين رح ننتقل عند كارمن بزودياك، اتصالاتكم المباشره وتواريخ ميلادكم. صباح الخير للجميع، صباح الخير جوزيف، صباح الخير لشيف شادي، وانا كمان بتقدروا تتواصلوا معي على الابلكيشن تبعيت الفيوتشر تي في، ايضا كمان على الايميل يبين قدام على الشاشه، على تويتر ايضا تبع الشاشه، وايضا فيكم تتابعوني اليوم على اذاعه الشرق اذا ما عندكم وقت هلا ومعلقت معكم، بتقدروا تتصلوا فيني بين الساعه 1 والساعه 2 على اذاعه الشرق 88.7 اف ام على الراديو راديو اورينت، وبتقدروا تسالوني اي سؤال. قبل ما اخذ اول اتصال اليوم اسمحوا لي اخذ ايميل. عندي هدى. هدى عايشه بفرنسا هلا بلبنان، حابه تعرف اذا رح ترجع من فرنسا، يعني هي مغتربه عايشه بفرنسا متزوجه، حابه تعرف اذا في رجعه للبنان. اوكي، انا طبعا عطتني هي تاريخ الولاده، عطتني ساعه الولاده، انا عملت ريلوكيشن لفرنسا مطرح ما هي لحتى اشوف اذا من فرنسا بدها ترجع، يعني بدي اشتغل على ورقتها بفرنسا. هالشي ممكن يصير فقط اذا اعطيتوني ساعه ولاده لاقدر اعمل مزبوط ساعه الولاده بلبنان، الكارت بلبنان، وارجع الى مطرح ما انتم عايشين. الجواب يا هدى، اذا بدك ترجعي على لبنان في رجعة على لبنان، والرجعة في تاريخين رح أعطيك إياهم بسنة 2014 إذا فعلا هيدي هي السنة اللي أنت حابة أنك تضب الشنطة وترجعي. التاريخ الأول هو تقريبا بآخر شهر أيار 2014، وفي تاريخ تاني رح بيكون بأول الصيفية بده يكون تقريبا بشهر تموز. هلأ أنا عم اشتغل على الساعة اللي اعطيتيني اياها خلقاني بلبنان هي الوحدة ونص، بس لما نغير على فرنسا بيتغير عندي شوية معطيات بسبب فرق الـ يعني وين موجود البلد المدينة، وبتتغير طبعا فرق بالساعة. بجميع الأحوال واضح جدا انه في بمطلع الصيفية في تغيير لإلك، في انتقال، في تغيير مكان، إذا هيدا الشيء اللي أنت بدك إياه. هيدي كانت هدى. إذا خلونا ناخد اول اتصال من يارا. بونجور. تفضلي يارا. وحياتك، بدي اسالك عن بنتي. نعم. بتمرق بظرف صحي صعب شوي. نعم. هي عايشة بفرنسا ومجوزة. اوكي. تاريخ؟ 15 ايلول 82، الساعة 4 الصبح. 82 4 صباحا. نعم. اوكي، خلينا نشوف اذا بدي اشوف هالنحس رح يضل لحقها، لان على طول عندها مشاكل صحية. على طول؟ قديش صار لها تعبانة هيك؟ يعني بتخلص من مشكلة بتعلق بمشكلة تانية. يعني إلى شي 3 سنين بقى على الحالة. أوكي، شكرا لاتصالك. تابعيني على الشاشة خلينا نشوف شو القصة. أول شيء بتطلع بشوف إنه في عندي 3 كواكب موجودة برج الميزان، لأنه صار لها القصة زمان، هذا معناتها من وقت اللي كان زحل بسايكل اللي قبله، لما كان هلا زحل موجود ببرج المشتري، عفوا ببرج العقرب، لما كان المشتري زحل كان موجود قبل برج الميزان، كان في عندي مشاكل عند مواليد برج الميزان، وكان في مشاكل عند كل شخص عنده كوكب موجود ببرج الميزان. بالنسبة لبنتك في 3 كواكب موجودة ببرج الميزان، فما غريب أبدا إنه تكون هالمشاكل بلشت من سنة تقريبا 2010-2011. هلا عم تقولي لي انه في عندها مشاكل، انا بقول لك وراح اعمل عملية حسابية بس لحتى اطمن على شغلي. خليني اطمن على شغلي، انا بعتقد انه في قصص منا سهلة، هذا شيء صحيح، وانا بطلب انه بتمنى انه تتابع حالها ما تهمل حالها لحتى اي قصة ما يصير فيها تراجع او يصير فيها انتكاسي. مثلا بنتك، انا بس لما اعمل حسابات كثير مهمه ببين عندي انه السنه الماضيه من اقل من سنه بظرف كم شهر صار في عندي قطوع، ما رايك بقطوع؟ بس لما هيدي الشمس بقربها كل سنه بقربها درجه، وصلت لزحل من تقريبا من كم شهر،
وهيدي صار القطوع، يعني مرق بقطوع وانا بتصور كان قطوع منه هالقد سهل، ما راح اقول خطر بس كان شيء من هالنوع. مرقت القطوع، مرق، لكن في عندي بعد القمر كمان عم بيمشي. القمر بعد تقريبا 9 أشهر رح يرجع يوصل لزحل، ومن بعد سنه بيكون وصل لبلوتون. هيدا معناتها بنتك تقريبا بعد في عندها حوالي السنه فيها كثير ابس اند داونز، بدها كثير تنتبه لحالها لحتى قصصها يمشي حالها. سنه بكاملها، ورجعي اتصلي فيني بنرجع بنحكي اذا الله راد. يارا تفضلي. الو. يا اهلا وسهلا. بونجور. بونجورين مدام كارل. نعم تفضلي. بدي اسالك عن اختي. نعم. هي خلقانه ب 3 اكتوبر 76 الساعه 1 بعد الظهر. 1 بعد الظهر، اوكي. هي درست برا وهلا بلبنان وما عم بتلاقي شغل، بدي اشوف انه شو حملت لها السنه اذا فيها سفر ترجع لهونيك او تبقى هون. هي عايشه برا؟ هلا هون هي درست برا وحبت تشتغل برا بس ما لقيت. وهي هلا هي هون وحابه ترجع تكفي برا. طيب شكرا رولا لاتصالك، تابعيني على التي في خليني اشوف شو ببين عندي. هلا ما عندي ساعة ولادي سو ما فيني اشتغل على بيت السفر، ما فيني اشتغل على بيت الشغل، فقط فيني اشتغل على مواقع الكواكب يلي رح بيقولوا لي انه بعد سنة ونص تقريبا لاخر 2015 حتى لحتى بلش شوف عند اختك شوية تغيير. هلا ما معناتها القصة عاطلة 100%، بس انا اللي ما حببته انه هالمجموعة الكواكب موجودة برج العقرب كلها مارق عليها زحل، كلها نكسة ورا نكسة ورا نكسة. يمكن هي كانت أصعب فترة عندها لحتى تدور على شغل أو ترجع أو تفكر أنه تعمل شيء. آخر مشكل فينا نقول كان تقريبا بشهر سبتمبر. شهر سبتمبر كتير خيب لها أملها على صعيد المهني حتى حمل لها شوية حزن. هلا اللي بدي اياكي بدي اياها نوعا ما تعمل، بدي اياها اذا حابه فعلا انها تسافر فيها تجرب، خليها تجرب حظها. ليش؟ لانه هالفترة ماني شايفة في حظوظ كتير كبيرة. هلا انا كنت بتمنى لو عندي ساعة ولادي بصراحة لاقدر اشتغل اكثر لحتى اعرف اذا في فعلا سفر ولا لا، بس هيك من النظرة الأولى أنا ببين عندي إنه الجو مثل ما هو، مكمل تقريبا مثل ما هو. القمر مش عم بلاقي لها تغييرات بصراحة. جربي تعطيني ساعة ولادي بلكي بلاقي لها شيء ثاني. شكرا رولا لاتصالك. ناخذ ليال. تفضلي. ألو بونجور. يا أهلا وسهلا. بليز بدي أعرف عن جوزي. نعم. مواليد 25 نيسان. نعم. خلقان الساعة 1:45 الظهر. أي سنة؟ 81. 81 أي ساعة؟ الساعة 1:45 الظهر. أوكي سؤال. بدي أعرف بليز صحيا وماديا ومهنيا. صحيا في شيء؟ لا، في مفروض انه في عملية بدها تنعمل مفروض على اول السنة الجاي، فبدي اشوف اذا رح تصير ولا لا، وعلى صعيد المهنة وعلى صعيد المادي. اوكي شكرا لاتصالك، خليني انا بس اعمل حساباتي تشوف شو القصة. اوكي ليال عم تسأل عن جوزها، خليني اشوف شو الوضع اول شيء بشكل عام شو اللي مبين. مجموعة هالكواكب الموجودة ببرج الثور هي اللي عندها معاكسات كتير كبيرة من زحل الموجود هون. في مجموعة كواكب مربوطة كلها بزحل، زحل هون عم بيتنقل وعم بيشد بهيدي عم بيعاكسها، عم بيعاكس البرج وعم بيعاكس فينوس وعم بيعاكس ميركوري وعنا المريخ أيضا. يمكن سبب هالمشاكل كانت من وراء هالمعاكسة هاي. إذا في عملية يعملها ما في مشكل، لأنه أصعب فترة قطعت وقطعت كمان بأواخر سبتمبر 2014 عفوا 2013. سو هيدي المسألة خلصت وانتهت. إذا في من علاج يتابع ما يترك حاله. القطوع أو المشكل الكبير أنا بتصور لحد هلأ قطع وانتهى. يلي ناطره أشياء أحسن، في أشياء جيدة ناطرته، في تقدم، في تطور، حتى في مصاري، في ارتياح، في نقلة نوعية ناطرته بعد حوالي سنة ونص والسنتين. هيدا عم بحكي مهنيا. سهى تفضلي. مساء
مرحبا. يا أهلا. هاي أنا بدي أسألك عن الصحة والعمل والعاطفة. تاريخ؟ 1/4/80. 1/4/80. أوكي. 1/4/80. نعم. بين الوحدة والتنتين الظهر. طيب راحت وحدة ونص. أوكي. يلا سؤال. عن الصحة والعمل والعاطفة. يعني مش متجوزة. نعم. أوكي شكرا لاتصالك. عندي ساعة ولادي دغري بدي اطلع على البيوت يلي معقول تجوز او يلي تعطيني فكرة عن الزواج وشو القصة، طبعا لانه عطتني ساعة ولادي فيني اعرف دغري الطالع، انت بالنسبة لك طالعك الاسد، انت مواليد برج الحمل طالعك الاسد، انا اللي ببين عندي بالنسبة لي هالموضوع بيعطيني التغييرات الكبيرة اللي انت معقول تكون ناطرتيها خاصة على الصعيد العاطفي، ماني شايفتها بصراحة قبل 2015 ويمكن تكون من اوائل ببداية 2015 مش قبل. بس رح أعمل عملية حسابية بس أتأكد أنه ماشي الحال أو بلكي في شيء تغيير أسرع ناتريك هيدي 9 كابريكورن مش عم بلاقي، عم بلاقي بصراحة التغييرات يلي أنت رح بتعيشيها العلاقة كتير بموضوع الشغل وأيضا الصحة. في عندي بس في possibility وحدة أنه بس لما أعمل حساباتي هيدي الشمس عم بتصير هون، بس لما تصير هون تدخلي بمرحلة اجتماعية كتير مهمة، بيقوى نجمك، بتصير نجمك فعلا لامع وكتير كتير كتير قوي. هيدا الشيء يمكن تكوني دجا وصلتي فيه دخلتي عليه، لكن بالوقت نفسه في عندي زحل دخل على البيت الرابع، هذا معناتها المشاكل يلي معقول تعاني منها معقول تكون عائلية وشخصية صحية ويمكن يكون لها علاقة بأحد الوالدين. يعني أخبار بس لما زحل يدخل على بيت على خانة معينة على صعيد معين بتبلش الانتكاسات أو بصير في شوية تراجع. هذا كان آخر اتصال بالنسبة لليوم، برجع أذكركم على إذاعة الشرق بتقدروا تتصلوا فيني 88.7 FM. عودة لك جوزيف. شكرا لك كارمن، نرجع نشوفك بكره ببدايه عالم صباح. لكل المشاهدين مستمرين نحن وياكم كمان عم نتواصل عبر الفيسبوك، وبدي اتشكر كل يلي عم بيجاوبوني على سؤال اليوم، اذا وقعتوا بمكان عام وشافوكم عالم كيف تتصرفوا شو رده الفعل. ما عندي بانتظار اتصالاتكم من هلا للوحده او تعليقاتكم عبر الفيسبوك من هلا للوحده بتوقيت بيروت. بعد البريك رح منكون نحن وياكم مع فرقه العلامه لنشوف شو في عندها مارينا من اخبار جديده. We'll be right back.